عقدت وزارة الصحة والسكان الجلسة السادسة للحوار المجتمعي حول مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، وذلك بمقر المعهد القومي للتدريب بالعباسية. جلسة إضافية للحوار المجتمعي للجنة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لمناقشة مسودة مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل لعام 2014 والتعرف على مختلف الآراء من أجل الوصول لأفضل الحلول لتحسين النظام الصحي وتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري. الهدف منه أن صناعة التشريع في مصر لا يصح أنها تتم في غرف مغلقة، ولازم المواطن المصري يشارك في هذا التشريع، خصوصا لو كان بيمس مصالحه الحقيقية زي الحق في الصحة زي ما هو منصوص عليه في الدستور المصري الأخير. فإحنا بنسعى لمشاركة كل أطراف المجتمع لصناعة تشريع جديد يخص صحتهم اللي هو قانون التأمين الصحي الشامل. الرئيس الحالي لهيئة التأمين الصحي عرض موادا من المشروع مع توضيح بعض النقاط التي تم تطويرها وتعديلها وفقا للصالح العام، كما قدم أحد أعضاء لجنة إعداد هذا القانون فكرة عامة عنه ومصادر التمويل المقترحة. أول حاجة مهمة طبعا أن ده هيبقى تأمين شامل لكل واحد يحمل صفة أنه مصري. عماد هذا النظام هو الأسرة مش المواطن، يعني النظام اللي ماشي حاليا هو المواطن، وبالتالي ممكن واحد يكون مؤمن عليه مراته مش مؤمن عليها، لكن ده لازم الأسرة هو وولاده ومراته والناس اللي بيعولهم. هي الحقيقة ده إعادة تنظيم العمل الصحي بكله، المنظومة كلها لازم تتغير. احنا يعني جرى العرف دلوقتي ان الدكتور ولا اي حد بيشتغل محدش بيجي يقول له انت دوت اللي هو terms of reference، او يعني انت مفروض تعمل ايه ومقابله هتاخد ايه مفيش تعاقد. احنا النظام الجديد دوت مبني على التعاقد، انا هتعاقد معاك عشان اخد منك خدمة معينة بمعايير معينة، مش هدفع لك غير لما اخدها منك. وتهدف هذه الجلسات من الحوار المجتمعي الى نشر القواعد الاساسية لتطوير وتوضيح استراتيجية وزارة الصحة في المرحلة القادمة ومناقشة تصور المرحلة الانتقالية مع التعريف بالوضع الراهن سواء لمقدم الخدمة او مصادر التمويل. الكثير من المشكلات في قطاع الصحة عانى منه المواطنين طوال عقود، لكن مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ربما قد تحل كثير من الازمات في هذا القطاع. عمرو عبد الحميد، الحياة الآن.